لماذا تنام على الأرض؟ أمي، كنت أبحث عن كتاب صحيح البخاري ولم أجد إلا الغلاف، فدخلت على الإنترنت وسافرت إلى بخارى والتقيت بالإمام البخاري نفسه مؤلف الكتاب. كان حلما جميلا. ليس حلما، رأيته في الحقيقة. يا حبيبي، الإمام البخاري مات سنة 256 هجرية، فكيف تراه في الحقيقة؟ هيا لتفطر. لقد رأيته، نعم رأيته. يا إلهي، صباح الخير يا عمر. الإمام البخاري، جئتك بكتابي الذي ألقيته على الأرض في حجرتك. أمي تعتقد أنني رأيتك في المنام فقط. عمر، لن يعرف أحد أنك تراني في الحقيقة، سيظل هذا سرا بيني وبينك. إلى متى؟ إلى أن تنتهي رحلتنا معا. والآن هيا هيا لنكمل الرحلة. هيا. عمر، أين أنت يا عمر؟ كان أبي إسماعيل البخاري عالماً كبيراً وراوياً للأحاديث النبوية الشريفة. هو الذي علمك كيف تروي الأحاديث؟ لا، لقد توفي وأنا طفل صغير. تعني أنك نشأت يتيماً؟ ويتمي زادني قوة. كيف ذلك؟ عندما يموت الأب الصالح فإن الله يعوض أولاده بمئة أب غيره، الناس كلهم يكونون آباء لأولاده. حقا، قال الله في سورة الكهف عن الغلامين اليتيمين وكان أبوهما صالحا. والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر جميعا، كان هو أيضا يتيما، وهو الذي قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. ولكن ما معنى كافل اليتيم؟ كافل اليتيم هو الذي يتولى رعايته ماديا ونفسيا. وهل وجدت من يكفلك بعد وفاة أبيك؟ كانت أمي رحمها الله خير كفيل، ومعها أخي الأكبر أحمد، ساعدني كلاهما على أن أحفظ القرآن الكريم لأكون عالماً كبيراً مثل أبي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحاً. سوف أكرر الآية مرتين ثم أسألكم من حفظها منكم. أنا حفظتها يا شيخ. أحفظتها من مرة واحدة؟ نعم. إذن اتلها علي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا محمد، إني أحفظ القرآن منذ 20 سنة ولم أجد طفلا ولا حتى شابا له نفس قدرتك على الحفظ. إنها موهبة ميزك بها الله على سائر الأطفال. ليست الآية فقط، أنا أحفظ السورة كاملة، كلما قرأت آية أحفظها من أول مرة. من أول مرة؟ نعم، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المغرور، أتظن أن هذه قدرتك الخاصة؟ لست مغروراً يا خالد، وإنها قدرتي فعلاً. ليه؟ بل هو العفريت الذي مسك. عفريت؟ نعم، عفريت شرير يساعدك على الحفظ ثم يأمرك فتطيعه ثم يجعلك شريراً مثله. لا، لم يمسسني عفريت. أنت الآن لا تشعر به،
ولكنه سيأتيك في ظلمة الليل وستراه بعينك. لا لا، لن أرى العفريت، لن أرى العفريت. بل ستراه. أنا العفريت الذي مسك. أنا الذي أساعدك على حفظ كل شيء وبسرعة فائقة. وماذا تريد مني؟ أريدك أن تطيعني في كل الشرور التي آمرك بها. شيئا فشيئا ستكون شريرا مثلي. لا، لن أكون شريرا. بل ستكون، فأنا من شياطين الجن، وستكون أنت من شياطين الإنس. ابتعد عني، لن أكون شريرا، ابتعد عني. يا ربي، أين أنا؟ أنت معي يا صديقي، سنزور مدينتي الجميلة التي ولدت فيها. إنها مدينة الأشباح. وهل يولد عفريت مثلي إلا في مدينة أشباح؟ أدركوني، أدركوني. لن يستطيع أحد أن يجيرك مني، أنت صديقي ورفيقي. هناك مشكلة واحدة يجب أن نتغلب عليها. ما هي؟ أنت مخلوق من طين وأنا من نار. انظر إلى هذه النيران. إنها نيران مشتعلة حارقة. سألقيك فيها حتى تصبح بالنار مثلي. لا، لا تلقني في النار، لا. لا تخف، ستحرقك في البداية، ثم تعتاد عليها ولا تستطيع الاستغناء عنها. أدركوني، أدركوني. الحمد لله، كان حلما. لا، بل كان كابوسا. ماذا أفعل حتى لا أرى العفريت ثانية؟ مثلما قال لي خالد، الرمل الذي جمعته من الطريق سأضعه في عيني ولن أرى العفريت.